في هذا الفيديو راح ندرس الـ PID control. Many control systems use a combination of the three types of feedback اللي درسناهم في السابق اللي هو الـ proportional مع الـ integral مع الـ derivative. فمن هون بيجي اسمه PID control. هلا the foundation of the system is proportional control. يعني أساس الـ control هو إنك تحط proportional controller. وزي ما بنعرف الـ proportional controller هو إنه الـ output تبع الـ controller يكون constant أو gain هو KP مضروب في قيمة الـ error. فبالتالي لما يكون الـ error كبير الـ system بيعطيني output كبير، وهذا منطقي، وكل ما يصغر الـ error كل ما بيقل الـ output. لكن زي ما درسنا إنه حتى ننتهي من الـ steady state error اللي راح يتكون عندك بسبب الـ friction والـ gravity، you have to add the integral component. بس شو كانت المشكلة؟ المشكلة إنه السيستم بيصير عنده overshoot. فالـ overshoot سببه هو إنه المساحة تحت الـ error curve ما بتغير إشارتها إلا لما أنا أتجاوز الـ set point، بمعنى إنه الـ error يصير negative. فهذه هي المشكلة الرئيسية اللي بتسبب الـ overshoot، إنه ما في concept للـ breaking. وهذا السبب اللي خلانا نضيف الـ derivative control is good for getting sluggish systems، السيستمز البطيئة moving faster، يعني بيسرع السيستم البطيء ولكنه بيعمل breaking قبل ما أوصل أنا set point، ف it reduces the tendency to overshoot. So بتعمل boosting بتسرع السيستم لكن بتعمل breaking لما أقرب على set point. فالcombination تبعهم الثلاثة بيكون ممتاز إذا قدرنا نعاير قيم KP KI وKD. فKD زي ما احنا شايفين هي مضروبة في مشتقة الإرر. فالأوتبوت PID هو الأوتبوت للـ PID controller، الKP اوريدي بنعرفه هو الـ proportional control gain، الKI الـ integral control gain، الKD هو derivative control gain، والE هي الإرر، هي قديش أنا بعيد عن الـ set point، ومجموع الـ E delta T هي summation of all past errors أو هي الـ area under the error time curve، وال delta E by delta T هي rate of change of error أو هي the slope of the error curve عند النقطة المعينة. طيب هلأ لو بلشنا نعمل عملية tuning، يعني كيف بدنا نغير KP KI KD؟ هلأ الأفضل إنه نبدأ بالأول ب KP لحالها. KP شو تأثيرها؟ زي ما حكينا KP لو كان في عندك step response كان system عند الزيرو وفجأة أنا طلبت منه يروح عند الواحد، it's a step step response. فواضح لما تكون ال KP واطية أوكي بيكون ال steady state error كبير، هاي الكيرف وهي واضح ال steady state error كبير. فلما بدي أقل ال steady state error بدي أتغلب على الفريكشن وعلى الجرافيتي، فبدي أزيد ال output. هلأ لما أزيد ال output واضح إنه بتحسن الوضع. هلا اذا زدته كثير اوكي صحيح انه الايرور تقريبا بتصير قليله، لكن شو بتصير المشكله؟ بتصير المشكله انه بتصير عندي اوفرشوت عالي. فبيسكلي ممكن اني ابدا بميديوم كي بي، يعني مش عالي كثير ولا واطي كثير، ما بدي اوفرشوت عالي ولا بدي ستدي ستيت ايرور عالي. فنبدا بميديوم كي بي، لكن مشكلتي واضحه، مشكلتي انه في عندي انا ستدي ستيت ايرور. فواضح انه اذا اخذنا الميديوم كي بي في عندي اي ستدي ستيت. هلا شو اللي بيصير later on؟ هلأ لو أضيف الـ D component على العملية شو بيصير؟ اللي بيصير هو فعلياً إذا أنا حطيت high KD شو بيصير؟ بيصير السيستم فعلياً بيصير slow. لما تكون الـ KD عالية بكون أنا عم بعمل breaking very heavy. فأنا فعلياً أوكي صحيح أنه ممتاز من ناحية steady state error، لكن المشكلة أنه صار بطيء جداً السيستم. طب إذا عملنا low KD، هلا low KD ما أثرت، ما بتأثر كثير. low KD بتخفف شوية بس، بتخفف الـ overshoot، لكن بضل عندك overshoot. زي ما إنك عم بتسوق سيارة والبريك تبعك تعبان، هذه معناتها low KD. فلما البريك تعبان لما توصل عند النقطة وتدعس راح تتجاوز النقطة اللي لازم كنت توقف عندها لأنه بريكك تعبان. فبدك تختار بحيث إنه مثلا يكون في عندك overshoot معقول، طبعا حسب السيستم. إذا ما بدك overshoot بدك ترفع الـ KD كمان. إذا رفعت الـ KD أكثر ممكن تخلص من الـ overshoot الموجود هون.
بدك تختار بحيث انه الكيرف يكون مناسب للابلكيشن تبعك. هلا ستيل في عندك ستيدي ستيت ايرور، يعني الدي ما بيشيل الستيدي ستيت ايرور، هو ما بيأثر على الاكيورسي تبع السيستم، هو بيخفف الستيدي ستيت ايرور لكن does not eliminate it. هون بيجي دور الانتجريشن. فلما تضيف الانتجريشن هلا هون في هذا الكيرف فعليا اللي احنا عم نسوي عم ندرس بي اي كنترولر. ف لو كانت قيم كي بي وكي اي واطيه طبعا متوقع يكون الكيرف فيه ست ستيت ايرور عاليه، والكي اي لانها ضعيفه قيمتها ضعيفه فمش عم بتاثر كثير، يعني اوكي يمكن اخف من عدم وجودها لكن ما اثرت كثير، لسه في عندك ست ستيت ايرور واضح هون. بدك تزيد، فاذا بتحكي عن ميديوم جينز بيكون الوضع ممتاز جدا، فبالتالي بيكون في عندك اوفر شوت بسيط، بيكون في عندك ست ستيت ايرور زيرو. هلا اذا بتحكي عن فيري هاي جينز، خصوصا اذا بتحكي عن كي اي عاليه، هلا الكي اي عاليه بتسبب اوفر شوت لانها بتعتمد كثير على الميموري، فبدها ايرور سالب. شو يعني ايرور سالب او معاكس؟ يعني انه يكون في عندك اوفر شوت، هذا هو الاوفر شوت. هلا الكي اي لما تكون عاليه بتكون الاوفر شوت اعلى والاوسيليشنز بتصير اكثر، فهي بالاخير بدها تيونينج. يعني كلمه هاي لو ميديوم ما في رينج معين، في اكثر من طريقه ما راح نتطرق لهم، اكيد تاخذون في مواد ثانيه، لكن الكومبينيشن هو ان نوصل ل اوفر شوت معتدل او بدون اوفر شوت، وبدي السيستم يكون سريع ما يكون بطيء، والستيدي ستيت ايرور بدي اياه يكون زيرو. هلا اللي درسناه هو فعليا بسموه مانوال تيونينج، اللي هو انه تضلك تعدل وتشوف الريسبونس، تعدل على قيمه كي بي كي اي كي دي وتشوف الريسبونس. في شيء اسمه اوتو تيونينج. هلا الاوتو تيونينج من اسمه هو the capability of some digital controllers to monitor their own output and make minor changes in the gain constants كي بي كي اي كي دي. بمعنى انه الكنترولر نفسه بيصير يغير بقيم كي بي كي اي كي دي بناء على الاوتبوت على البرفورمانس، وطبعا ده في ديستربنسز او غيره بصير هو لحاله يعدل بهذا القيم، بينما المانوال تيونينج لازم انت تعدل الكي بي والكي اي والكي دي مانوالي، من اسمها مانوال تيونينج. ففور اكزامبل لو في عندك تمبريتشر كنترول سيستم الهدف انه انك تتحكم بتمبريتشر لغرفه مثلا، فإذا شعرت إنه في عندك أوفرشوت عالية، بمعنى إنه أنت مثلاً بدك الحرارة تكون 20 بس فعلياً عم توصل 25 وهذا الأمر مزعج، فعلى سبيل المثال بيكون واحد من الحلول إنك تقلل الـ proportional gain، هذا مانيوال بتعمله تمام. فهيك بالتالي ممكن يخف الأوفرشوت، أو ممكن برضو تخفف قيمة KI. وإذا السيستم is very slow ممكن برضو أنك تلعب بقيمة proportional gain، أو ممكن تلعب بقيمة KD. هلا KD إذا بدي أسرع السيستم بخفف قيمة KD، يعني هذا مفهوم الـ manual tuning. فـ unlike manual tuning auto tuning is ongoing، فهو مستمر. The system can adapt to changes in the process، فالسيستم لحاله بعمل adaptation للتشينج بالبروسيس، سواء كان عندك disturbances، سواء كان في عندك تغير في الـ desired في set point، يعني هو لحاله بصير يغير بقيم KP KI KD. For this reason controllers that use auto tuning بنسميهم adaptive controllers، اللي هو أي نوع controller بيغير settings تبعته بدون تدخل اليوزر بنسميه adaptive controller.